يعني في كل مجتمع من المجتمعات يكون هناك فئات قد تذهب إلى مواقع وإلى مواطن تخالف فيها الإجماع، وربما تمد يدها إلى الاحتلال في حال، أو إلى العدو في حال ضعفت نفسيتها. البعض منهم بالطبع عملاء، والبعض منهم تجندوا كجواسيس للعدو الإسرائيلي، وهناك الكثير من العملاء الذين تم ضبطهم في الأيام الأخيرة يرسلون الإشارات ويعلمون بعض البيوت ويتنقلون في الطرقات لربما إرشاد الطائرات الإسرائيلية التي قصفت المدن والقرى اللبنانية. طبعا المقاومة ماضية في مشروعها، المقاومة تعتبر بأن مشروعها بالدفاع عن الأرض وعن كرامة الإنسان هو مشروع مقدس يوازي الصلاة والصوم وكل العبادات التي تقوم بها. طبعا نحن في لبنان معتادون على هذه الدعايات، كما أنتم في العراق، يعني نعم بالضبط هناك أصوات ربما تكون عميلة للأمريكي وتزين بقاء الأمريكي وتؤكد هذه الفوائد. نحن لدينا أصوات تشكك بجدوى المقاومة، والبعض منها طالب برفع الرايات البيضاء منذ الأمس، وأنتم أكيد سمعتم على الحزب أن يتراجع حوالي 30 40 كيلو. البعض قالوا بأنهم أعطوا الأمريكيين ماذا يريدون، وبدأوا بتثبيت العزائم وبتثبيت الهمم في هذا المجال. بكل صراحة أقول بأن واقع المقاومة هو واقع متماسك جدا، واقع المقاومة واقع صلب، وأعتقد بأن نقيق الضفادع أبدا لن يثني المقاومة عن الاستمرار بمشروعها وبنهجها.